قبل ما نبدأ الفيلم صلوا على النبي. بيبدأ فيلمنا في المكسيك مع مجموعة من الأشخاص داخلين كهف بيبحثوا عن حيوان أسطوري اسمه تشوبا، وفجأة بيسمعوا صوت غريب وبيتجهوا ناحية الصوت. واحد منهم بيلاقي ريشة مكان الصوت، قال له ايه ده، معقول بعد ده كله الحيوان هيطلع بطة ولا ايه؟ وبيتفاجئ بالحيوان قدامه وبيكون مبسوط لأنه هيعمل فلوس حلوة بسبب الاكتشاف ده، وقال للحيوان نادي لحد كبير اتكلم معاه. وفجأة الأم بتوصل وبتقول له اتكل على الله بدل ما اديك على وشك. قال لها في ايه وليه انت، انا مش عايز هزقك قدام ابنك. قالت له تهزق مين يا موكوس، وادته على وشه بالقلم. وخدت ابنها وخلعت من المكان، لكن كوين بيركب عربيته وبيطاردها وبيحاول يلحقها باي طريقه، لكن بتطلع على تل عالي. المشكله تشوبا وهي بتعدي الطريق عربيه بتخبط فيها، لكنها بتتحمل على نفسها وبتاخد ابنها وتمشي. بتخبي ابنها وسط الاعشاب وبتواجه كوين بنفسها علشان تشتت انتباهه وما يشوفش ابنها، لكن بتختفي فجاه وابنها بيفضل ينده عليها لكن مش بيلاقيها. تاني يوم الناس كلها بتتكلم عن اللي حصل وبيقولوا ان في حيوان اسطوري اسمه تشوبا موجود في الحقيقه فعلا، ومع ان مفيش حد شافه لكنه تسبب في قتل عشرات المعيز، وصاحب المعيز زعلان لانه كان هيذبحهم في العيد. المهم بنسيب المكسيك وبنروح لامريكا. في الوقت ده بيكون اليكس في مدرسته وبيكون من اصول مكسيكيه، والكل كان بيتنمر عليه ويضايقه لانه مش امريكي زيهم. وللاسف بابا بيكون متوفي بسبب مرض السرطان، وبيكون معظم الوقت حزين لفقدان والده. بعد شويه مامته بتدخل عليه وبتديله تذكره طيران للمكسيك علشان يقضي اجازته مع جده ويطلع من جو الحزن اللي عايش فيه. قال لها الواد ابن عمتي ده دمه تقيل عامل زي حته الجبنه الحادقه، لكن والدته اقنعته وبتقول له انها مش هتقدر تيجي معاه بسبب شغلها. تاني يوم بيسافر اليكس وبيكون جده في انتظاره في المطار، وبياخده للمزرعه بتاعته وبيقابل ابن عمته ميمو، وبيقابل لونا بنت عمته، ودي كانت بتحب الاغاني والعزف على الجيتار. بعد شويه كان في معزتين بيتكلموا مع بعض، وبتقول لها شفت يا اختي اللي حصل، عملت مشكله مع واحد من الناس. صاحبتها قالت لها ما تشغليش بالك، اللي عنده معذر اللي عنده انسان يربطه. في الوقت ده تشوبا بيهجم عليهم. تاني يوم ميمو بيحكي له ان جده كان اقوى مصارع في المكسيك وما حصلش انه خسر ماتش طول مسيرته، لحد ما جه واحد اسمه شكال اتسبب له في اصابه منعته من اللعب نهائي. بعد شويه بيتمشوا مع جدهم في المزرعه وبيلاقوا معزه نايمه على الارض، وبيتفاجئوا بعدم وجود دم في جسمها. ميمو بيقول لهم ان اكيد تشوبا هو اللي عمل كده. بعد شويه اليكس بيتفاجئ ان الجرح اللي في جسم المعزه التئم بسرعه، وده بيخليه يخاف. في الناحيه الثانيه بنشوف في موقع البحث بيتفاجئ بطيارة فيها واحد من المستثمرين اللي بيمولوا عملية البحث، فبيقول له ان الكائن الاسطوري ده هيعمل نقلة كبيرة في عالم الطب لانه عنده القدرة على علاج الجروح. المسؤول قال له انت من يومين قلت لي انك لقيت الكائن وفي الاخر اخدت بالقلم على وشك، وبيديله مهلة لاخر الشهر علشان يلاقي تشوبا. بالليل اليكس قاعد في اوضته بيسمع صوت عالي وبيخاف، لكن بيتفاجئ انها معزة. قالت له ماء، يعني شوية برسيم لاختك الغلبانة. قال لها ماء من هنا، يعني امشي من هنا. بعد شوية بيشوف جده معاه كشاف وداخل المزرعه، فبيمشي وراه يشوفه هيعمل ايه. في الوقت ده اليكس بيحس بحركه غريبه قدام المخزن، وفجاه بيظهر تشوبا فبيخاف وبينادى على جده، لكن بيكون تشوبا اختفى. الارنب قال لهم في ايه يا رجاله، شايفكم واقفين من شويه قدام الجحر بتاعي، عايزين تسرقوني ولا ايه؟ جده قال له يلا يا ابني نتكل على الله، مش على اخر الزمن هنعمل مشكله مع حيوان. الارنب قال له مين ده اللي حيوان، انا مش هكلمك احتراما لسنك بس. تاني يوم اليكس بيصحى بيتفاجئ بتشوبا بيقول له صباح الفل يا زعيم، وبيصوت اعلى صوت قال له هتفضحنا يا زعيم، وبيطلع من الشباك بسرعه. بعد شويه بيقعد مع لونا وبيلعب معاها بالالعاب الناريه، فبيجي ميمو وبيقول لهم ان جدهم اختفى، ولان عنده زهايمر بيقلقوا عليه وبياخدوا العربيه علشان يبحثوا عنه. اليكس قال لها بتعرفي تسوقي؟ قالت له عيب عليك، الاطفال وهم صغيرين بيلعبوا بالعجل، انا كنت بلعب بعربيه، دورها لي معلش. في الناحيه الثانيه كوين مازال بيبحث عن الحيوان، وبيروح للمكان اللي العربيه خبطته فيه، وبيلاقي نمره العربيه اللي خبطته، وبيشك ان صاحب العربيه اخده معاه. في الناحيه الثانيه لونا دخلت السوق تبحث عن جدها، ميمو بيلاقي صراصير وبياخد شويه في كيس. اليكس قال له ما تعملش حسابي، اليومين دول باكل نمل ودبان علشان عامل رجيم. المهم مش بيلاقوا جدهم في المدينه، واثناء ما بيبحثوا عنه بيتفاجئوا بيه بيتمشى مع المعزه بتاعته لانها عامله مشاكل مع جوزها ومخنوقه شويه. وبنشوف في التلفزيون كل الاخبار بتتكلم عن تشوبا وانه خطر على المعيز، وبيقولوا للناس اللي عنده معزه يربطها. بعدها اليكس بيقعد قدام المخزن وبيتفاجئ بتشوبا جاي ناحيته، بس اليكس بيمسك اعصابه ومش بيخاف، وبيلاحظ ان تشوبا بياكل العلبه فبيفهم انه جعان، وبيدخل يجيب اكل من الثلاجه وبيقدم له الاكل، لكن تشوبا مش بيعجبه الاكل وقال له انا معايا اكل مخبيه، تعالى ناكل مع بعض علشان نبقى عيش وملح، وبيقدم له فار. لا مؤاخذه بقى مش قد المقام، بس ده اللي موجود. اليكس قال له اكيد طعمه تحفه بس للاسف انا عامل رجيم، قال له والله ما هتمشي غير لما تاكله، وبيمثل انه بياكله علشان صاحبه ما يزعلش، وقال له هاخدك تعيش معايا وهعتني بيك، وبينام وهو قاعد معاه.
تاني يوم ميمو بيصحيه علشان يلعبوا مع بعض. في الوقت ده تشوبا بيظهر وكان هيهاجم ميمو لانه غريب عليه، لكن أليكس بيطمنه وبيصاحبهم على بعض. وبتوصل لونا وبتخاف هي كمان، وبتكون ضد انهم يعاملوك حيوان اليف لانه بيمص دم المعيز وممكن يهاجمهم في اي لحظه. في اللحظه دي جدهم بيوصل وبيقول لهم لازم تحموه، وبيتفاجئوا ان جدهم اللي جايب الحيوان المزرعه وقال لهم الكلام ده سر ومفيش حد يعرفه غيركم، لان في ناس بيبحثوا عن الكائن ده. وبيقول لهم في يوم من الايام وانا راجع المزرعه خبطت ام الحيوان ده لكنها اخدته وهربت، فنزلت من العربيه ومشيت في الاتجاه اللي مشيت فيه، اتفاجئت بابنها لوحده بين الاعشاب فاخدته معايا علشان احميه. وبيقول لهم ان كل هدفه يرجعوا لاهله. بعد شويه جدهم بيلاقي كوين جاي المزرعه وعنده احساس ان الحيوان موجود هنا، لكن الجد بيهدده وبيخليه يمشي بالعافيه. في الوقت ده تشوبا بيكون قاعد قلقان وبالصدفه بيشوف فارم عدي، قال له امشي من قدامي بدل ما اعمل جنبك طبق ملوخيه. فبيوصل اليكس وبيحس ان تشوبا زعلان ومش في حالته الطبيعيه، لكن اول ما بيشغل له موسيقى اعصابه بتهدى وبيرجع كويس تاني. فبيجي ميمو وبياخد تشوبا علشان يعلمه الطيران، وفعلا كل يوم بيدربه على الطيران علشان يعتمد على نفسه ويطير لوحده. تاني يوم بيسمعوا صوت عالي في المخزن فبيدخلوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبيتفاجئوا بكوين بيضرب تشوبا بحقنه مخدر وبياخده معاه بالعافيه ومش بيقدروا يمنعوه. في الوقت ده أليكس بيصحي جده وبيقول له تشوبا اتخطف. جده قال له امتى الكلام ده؟ لازم ننقذ الحيوان حالا، هنام شويه وهاجي معاك. وبيلبس لبس المصارعه علشان يكون جاهز لاي خناقه، واول ما بيشوف كوين بيهجم عليه ويضربه. وبيدخلوا عربيه كوين اللي فيها تشوبا وبيخلعوا من المكان، وكوين مش بيلحقهم، لكن بعد شويه بيتصل بزمايله علشان يساعدوه. في الناحيه الثانيه الجماعه وقفوا مكان الحادثه، وفعلا تشوبا بيشم ريحه امه وبيتجه ناحيتها، وبيوصل عند حافه الجبل وبينادي عليها باعلى صوت، وفعلا بيسمع صوتها على الجبل الثاني. واليكس بيكون معاه وبيودعه وبيسيبه يعدي الماسوره. في الوقت ده أليكس بيتفاجئ بفهد عايز يقتله، فبيطلع على الماسوره وبيحاول يبعد عنه لكن الحيوان مش عايز يسيبه. المشكله ان الماسوره مش بتستحمل وبتتكسر بيه، وبيكون فريسه سهله للحيوان. في الوقت ده جده بيوصل علشان ينقذه. الفهد قال له ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ مش مكسوف وانت في السن ده وماشي بلبوص كده بفوطه الحلاقين اللي انت لابسها دي؟ فقال له هش من هنا يا حيوان. قال له انا حيوان؟ والله لا اجيب لك ابويا. في الوقت ده الماسوره بتقع بأليكس وبيكون متعلق بين الحياه والموت، وجده مش قادر ينقذه، لكن تشوبا ليه راي تاني. بعد شويه كوين بيوصل وبيضربه حقنه مخدر وبيهدد الجد واحفاده بالقتل علشان يبعدوا عنه، وفعلا بياخده معاه وبيمشي وبيكون مبسوط لانه هيعمل مكاسب ضخمه. في النهاية أليكس بيودع تشوبا وبيسيبه يرجع لعيلته، وبتكون أجازته انتهت ولازم يرجع لمامته، فبيودع ولاد عمته وجده بيوصله للمطار. وأثناء ما كان قاعد في الطيارة بيتفاجئ بتشوبا طاير جنبه وبيودعه. في النهاية بنتعلم إن العيلة أهم حاجة، ولازم نحب الحيوانات ونعطف عليها. يعني لو قابلت كلب في الشارع احضنه، بس لو عضك أنا ماليش دعوة. أمال أشوفكوا الفيلم الجاي.